السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. شرحنا في درس الماضي كيفية التسجيل في موقع دولينجو، اللي هو منصة تعليمية للغات، منصة كبيرة ويعني عالمية لمختلف أنواع اللغات. وبعد التعرف على كيفية التسجيل بها كطالب والاشتراك في كورساتها لمختلف اللغات، أيضا تعرفنا على طريقة جديدة والتي هي من خلالها تستطيع إنشاء المدرسة الإلكترونية الخاصة بك كمعلم أو مدرس أو مدرب للغة من اللغات المعينة. هذا الشيء يتم من خلال موقع يختلف قليلا عن موقع دولينجو الأصلي، لأنه دولينجو الأصلي كان دولينجو دوت كوم مباشرة. هذا الموقع اللي هو أيضا مرتبط بالموقع الأصلي يسمى schools.dolingo.com. هذا الرابط راح يكون موجود إن شاء الله في الديسكربشن للفيديو. بعد ما تدخل على هذا الموقع مباشرة راح تجد الواجهة الرئيسية المشابهة لهذا الشيء، تختار من عندها لغة الموقع الأصلية، يعني ما هي اللغة التي تريد أن تتعامل معها أثناء يعني التعامل مع هذا الموقع، ما هي يعني المدرسة التي تريدها، ما هي القوائم والأشياء التي ستظهر للمستخدمين، تريدها باللغة العربية مثلا في الوضع الطبيعي، باللغة الإنجليزية، الفرنسية، أي واحدة من اللغات الأخرى. لنفترض أنه أنت تريد مثلا تدريس أي واحدة من هذه اللغات لناس هم أصلا هم متكلمين باللغة العربية، فالأفضل أنه تبقى يعني باللغة العربية. طبعا ممكن تغييرها إلى اللغة الإنجليزية كواجهة للموقع، ليس هناك مشكلة. بعد ذلك يعني تستطيع البدء، يعني هنا تنقر على جيت ستارتد. هنا طبعا نفترض انه حضرتك او حضرتك تمتلكون حساب في الدولينجو، تستطيع مباشره عمل لوج ان. اللوج ان هنا مثلا ام ال اي تي اي اف، هنا تكتب اليوزر نيم والباسورد اللي هي مستخدمه نفسها في حساب الدولينجو الاصلي اللي كنت تستخدمه ك يعني مستخدم. بعد ان تقوم بادخال الايميل او اليوزر نيم والباسورد تنقر على انتر، راح يأخذك مباشرة إلى هذه الصفحة. هنا طبعا من هذه الصفحة تستطيع الاختيار هل تريد الاشتراك في مدارس دولينجو كمدرس أو كطالب. كطالب احنا اشتركنا في هذا الشيء سابقا وعرفنا المسألة، الآن نريد أن نتعرف على أنه كيفية إنشاء الصف الإلكتروني أو المدرسة الإلكترونية لتعليم اللغة. فسننقر على كلمة تيتشر اللي هو المعلم أو المدرس. هنا طبعا تبدأ الخطوات. حاليا هذا الكلاس روم الخاص بمصطفى صادق، أو الكلاس رومز اللي هي يعني غرف الصف الخاصة بمصطفى صادق. هنا أنا طبعا عندك هذه النسبة المئوية لكيفية إنجاز الصف الإلكتروني أو المدرسة الإلكترونية. تبدأ بالبداية بإنشاء الكلاس روم وتعطيه فد اسم معين، وليكن مثلا English class 1 مثلا. هنا طلبتك are studying، ما هي اللغة التي سيدرسونها الطلبة. هنا تحدد اللغة ولتكن مثلا اللغة الإنجليزية. طلبتك الأصليين ما هي اللغة الأصلية التي يتحدثونها؟ My students speak، يعني طلبتي يتحدثون اللغة. نبحث عن اللغة مثلا الأصلية اللي هي العربية. هنا يعني إذا كان طلبتك يتكلمون اللغة العربية أصلا ويريدون تعلمون اللغة الإنجليزية، هنا اسم الكلاس الذي أعطيته لهم اللي هو راح يكون English class 1. بعد ذلك تنقر على continue. هنا طبعا أما أنه تقوم بإنشاء حسابات لطلبتك من خلال الدولينجو، واللي طبعا راح تكون @dolingo.com، او تقوم بمشاركه الرابط مباشره. الافضل طبعا انه يعني لكي تقلل العبء على الطلبه المشتركين بهذا الكلاس انه تقوم فقط بمشاركه الرابط. تنقر هنا على شير لينك، ثم بعد ذلك تقوم كونتينيو. هنا طبعا راح يكون عندك www.dolingo.com/o/zejuem. هذه الست حروف، هذا الكود اللي هو من خلاله يستطيع الدخول، يعني الطلبه يستطيعون الدخول. هنا طبعا تقوم بعمل كوبي، قمت بنسخ هذا الرابط. الآن هذا الرابط ممكن أنه تعطيه إلى أي طالب يمتلك حساب دولينجو. إذا كان يستخدم الويب مباشرة يعني من المتصفح، مجرد النقر على هذا الرابط راح يأخذه مباشرة إلى الصف الذي قمت بإنشائه. وطبعا من خلال الصف تستطيع بعد يعني مثل ما راح نلاحظ بعد قليل إعطاء التاسكس أو assignments، يعني واجبات وغيرها. بالنقر على هذا الرابط مثل ما ذكرنا، الطلبة الذين يريدون الاشتراك عن طريق المتصفح مباشرة راح يأخذهم مباشرة إلى الصف. أما بالنسبة للناس اللي هم يعني قاموا بتنصيب التطبيق الخاص بدولينجو في هواتفهم الذكية سواء كانت أندرويد أو آيفون أو ويندوز فون، فيستطيعون فقط يعني الدخول إلى حسابات المستخدم، يعني مجرد النقر على صورة المستخدم في داخل التطبيق، بعد ذلك الذهاب إلى الإعدادات، بعد ذلك الذهاب إلى مشاركة التقدم، وبعد ذلك إدخال هذا الرمز، ومن خلاله يستطيعون الوصول أيضا إلى غرفة الصف والاشتراك في الواجبات وغيرها. الآن بعد ما قمنا بالنقر على كوبي وظهرت عندنا هذه العبارة أنه كوبي تو كليبورد، مثل ما ذكرنا نستطيع أخذه مباشرة وإعطائه إلى الطلبة. نكمل عملية إنشاء الصف.
هنا أنا طبعا تستطيع طباعة الـ instructions for students، هذه هي التعليمات التي ستستطيع من خلالها إعطائها للطلبة. هنا أنا طبعا راح بنقر على داونلود بي دي اف، هنا راح يظهر عندك فد ملف بي دي اف. هذه طبعا سيبدأ فصل التعلم الخاص بك في دولينجو. أنت الآن مدرس لغة إنجليزية، هذا هو الرمز الذي تستطيع إعطائه للطلبة. أما إذا كانوا يستخدمون الهاتف الذكي راح يقومون بفتح تطبيق الدولينجو، بعد ذلك النقر على اللغة الإنجليزية، ثم تحديد الهدف اليومي من خلال الإعدادات، بعد ذلك يذهبون إلى إنشاء حساب، يعني سواء كانت في الأندرويد أو الآي أو إس، بعد ذلك اليوزر نيم والباسورد، هذا إذا لم يكن لديهم حسابات سابقة. وأخيرا تستطيع الدخول إلى الحساب، بعد ذلك مشاركة التقدم، ثم تكتب رمز الفصل الدراسي اللي هو هذه الست حروف اللي هي مستقلة ومميزة لكل فصل، بعد ذلك تنقر على انضم للفصل. هذه التعليمات التي تستطيع إعطائها لطلبتك لكي يستطيعون الانضمام إلى الفصل الدراسي الخاص بك. بعد ذلك نقوم بإكمال العملية، ونلاحظ الآن بأنه تستطيع أما invite students، تستطيع دعوة الطلبة، أو قبل أن تقوم بدعوة الطلبة تستطيع من هنا إكمال متطلبات الكورس اللي هو مثلا browse the course contents اللي هو يعني تصفح يعني محتويات الكورس. من هنا طبعا تلاحظ أن هناك مستوى مبتدئ، مستوى متوسط، مستوى متقدم. هذا إذا كانت بالنسبة للغة English for Arabic speakers، هذه طبعا اللغة الإنجليزية للمتحدثين باللغة العربية، وطبعا هذه حددناها بالخطوات الأولى، طبعا تختلف باختلاف الخيارات التي تختارها. هنا طبعا تلاحظ بأنه أكو عندك الأساسيات، الأساسيات رقم 1 2 3 الشائعة. هنا assign this skill، تستطيع أنه هذه المهارة تقوم بتخصيصها للصف الدراسي الخاص بك، واللي هي هذه راح تكون موجودة. تاريخ الإضافة لهذا الواجب ولتكون مثلا اليوم 27/2/2018 في الوقت الحالي، وليكن هو مثلا بما أنه احنا تجاوزنا هذه الأوقات حاليا عندنا الساعة هي 11:30 تقريبا، فنستطيع البدء بتخصيص الوقت من الآن مثلا الساعة 11 حتى يعني إلى أي وقت تريد. مثلا ممكن تكون إلى لحد يوم 6 في الشهر الثالث عام 2019 اللي هو بعد أسبوع من الآن، ممكن تكون أكثر من أسبوع حتى تختلف يعني بالاعتماد على الواجب الذي تريده والمدة المحددة له، وأيضا تريد في أي وقت مثلا ولتكن إلى الحد 12 أي أم. بعد ذلك schedule assignment، هنا قمنا بشنو؟ بتحديد هذه المهمة للطلبة. سكسس، الآن اكتملت هذه العملية، الآن أصبح عند الطلبة واجب محدد بمقدار معين وكذلك بوقت معين. على مود تكمل أيضا مهارات التدريسي، add students to classroom، هنا أيضا تستطيع إضافة الطلبة إلى هذا الكلاس روم. مثل ما ذكرنا تستطيع invite students عن طريق مشاركة اللينك أو عن طريق إنشاء حسابات لهم. إذا عن طريق مشاركة اللينك تأخذ هذا الرابط الذي تم إعطاؤه لك سابقا وتقوم بإعطائه إلى يعني الطلبة في مكان ما. بعد أن تقوم بإكمال إعطاء اللينك مثلا يعني تنظر مباشرة إلى get your certificate. هنا تلاحظ بأنه يعني قمت بإكمال متطلبات كونك مدرب معتمد في الدولينجو. ما هي المتطلبات؟ فقط نقوم بمراجعتها، أنه أنت قمت بإنشاء الحساب، قمت بإنشاء صف، قمت بتصفح محتويات الكورس وإعطاء واجبات إلى الطلبة، قمت بإنشاء assignment هي هاي الواجبات، أيضا قمت بدعوة الطلبة إلى هذا الكورس. أخيرا بعد ذلك تستطيع النقر على get your certificate اللي هي الشهادة الخاصة بك. هنا أنا تستطيع كتابة اسمك يعني مثلا مصطفى مثلا صادق، بعد ذلك تقول submit. بعد أن تنقر على سبمت راح تأتيك مباشرة هذه الشهادة، راح يقول لك بأنه من دولينجو مصطفى صادق، الآن أنت أكملت بنجاح البرنامج التدريبي لمدربي دولينجو، وبالتالي فأنت الآن أصبحت دولينجو سيرتيفايد إدوكيتر، يعني مدرب معتمد من دولينجو. هنا طبعا تستطيع طباعة الشهادة أو السيرتيفيكيت، هنا طبعا تم طباعتها باللغة العربية لأنه أنا أصلا مشترك باللغة العربية، ممكن أنه يعني تطبعها باللغة الإنجليزية أو حسب ما تحتاج. هذا هو كل اللي حبيت انه اتحدث عنه. بعد ذلك طبعا انت بمجرد ذهابك الى السكولز الخاصه بك راح تلاحظ بانه هذا هو الكلاس الخاص بك. هنا راح يظهرون عندك الطلبه ومقدار تقدم كل واحد من الطلبه بالواجبات التي قمت باعطائها لهم. هنا طبعا من خلال هذا المكان تستطيع اعطاء assignments مختلفه اللي هي الواجبات. الانجليش كوريكولوم، هنا ايضا ممكن انه تتصفح الموجوده عندك يعني المحتويات. الكلاس اكتيفيتيز، هنا من خلال هذا المكان تستطيع راح يظهر عندك في الجدول يبين يعني مقدار تقدم كل واحد من الطلبه في الكلاس. واخيرا الكلاس روم سيتنجز، هنا طبعا ممكن انه تغير في كل واحده من هذه الامور. هذا هو كل ما يخص
يعني إنشاء مدرستك الإلكترونية لتعليم اللغات باستخدام منصة دولينجو. أتمنى أنه يكون مفيد للجميع، وشكرا جزيلا ومع السلامة.